سلام واضح سي محمد بوحقاوي اللي نباتي من 2012 وفيجن من 3 سنوات. وليت نباتي من بعد ما شفت دي فيديو دي دوكيمونتير على الفيغانيزم ومن تم اقتنعت بالفكرة. كنحاول نمشي الماكسيموم بوسيبل البلاصه اللي ما فيهاش مثلا دي زوتيل دي رياض اللي كنبقى فيهم واحد المده معينه على ما كتسالي دوك الطقوس ديال العيد. شويه بشويه باش نكبروا هاد الفكره في المغرب وتنتشر في المجتمع العربي اون جينيرال.